عام ونصف العام من الروتين اليومي والتحدث إلى الحيوانات في حدائق لندن الخضراء، لا شك أنه ممل. فالمدينة المغلقة الهادئة لابد أن تؤثر على نفسيتك بشكل من الأشكال. يبدو أن هدوء المدينة بدأ ينال مني، لذا لابد أن أعود إلى العمل. العمل لم يخرجني من هذه الحالة، فتركت شاشة تريندينغ لوحدها والاستوديو الزهري فارغاً، وقررت الطيران. إلى أين؟ إلى دبي. دبي حيث الأحباب والأصحاب، حيث الطعام والمزيد من الطعام، الكثير من الطعام. ومع توفر الكاميرا لابد من توزيع بعض الابتسامات لها، وسيكون للمواهب الغنائية دور في هذه الرحلة. جميع الناس بقربي ترجيتك للحين يا توقعت أن تختلف علي إجراءات السفر خلال الجائحة، لكن ليس لهذه الدرجة. توقعت أن أيضاً أن يكون هناك الكثير من الأوراق، وكانت هناك الكثير من الأوراق، لكنني صدمت في مطار هيثرو، المطار الأهم في العالم أو في القارة، المطار الذي تهبط فيه طائرة وتقلع طائرة بنفس اللحظة في كل دقيقة. المطار خال تماما. عندما صعدت في الطيارة رأيت أكواما من الطائرات لا تتحرك. هذه الطائرات هي ماكينات بحاجة إلى الحركة، لذلك يحركونها كل أسبوع، تخرج وتفتل في الهواء وتعود. وما يهمني أنا إن طارت أو لم تطر، أصلا آخر همي، المهم أن أطير أنا. أحاول أن أستمتع قدر الإمكان، لكنني مللت. ويستمر الطيران، ويستمر، 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 إلى متى؟ ثم ظهرت دبي. دبي مدينة الأضواء، المركز التجاري للشرق الأوسط، مدينة المال والرفاهية، مدينة الشواطئ والرمال. خلال 5 عقود تحولت هذه الرمال إلى غابات من الأسماك، إلى أعلى برج وأطول فندق وأضخم مركز تسوق في العالم. حتى عندما بنوا نسخة من لندن آي كانت أكبر من النسخة الحقيقية. باختصار، هذه المدينة تناسبني. عن القيم وعن السرطان وعن الكفاح وعن النجاح وعن الكذا. بداية الرحلة كانت باجتماعات مع شباب طموح يريد أن يعذب نفسه طوعيا بالتعلم والتدريب للخوض في مهنة المتاعب والقلق والإجهاد. وللأمانة نصحتهم بالعدول عن قرارهم، لكن شغفهم وإصرارهم وإقبالهم على الحياة دفعهم لإهمال نصيحتي والاستماع إلى حكاية من حكاياتي، ليلى والذئب. هو رواية القصة، وعندما تروي لك أمك القصة وأنت في السرير لا تقرأها عليك، وإذا أرادت أن تقرأها تمثل، تقول لك: قال الذئب لليلى: أريد أن أكلك. هناك من لم يفزع من حكاية الذئب، ولا بد من إفزاعه. يبدو أن مركز ريبورترز للتدريب تأثر كثيرا بالقصة، فوضعني على قالب كاتو ليأكلني الطلاب كما أكل الذئب ليلى على شكل قطع. وعلى سيرة الأكل،
من الواضح أن الفيديو الذي صنعته عن الأكلات الحموية أثار شفقة الأحباب والأصدقاء، فأرادوا تغذيتي. كيف؟ بوجبتي فطور يومياً ووجبتي غداء، ومثلهما على العشاء على الأقل. بشكل عام تجد الحياة أقرب إلى الطبيعية في دبي، فالحكومة تعاملت مع كورونا بذكاء، فلم تحكم الإغلاق العام لأنه يدمر الاقتصاد ويقتل الناس، بل بدأت بحملات التطعيم فوراً، وألزمت السكان فقط بالتباعد وارتداء الكمامة. تجد المطاعم والفنادق وأماكن الترفيه مزدحمة، مع أنها تعمل بنصف طاقتها الاستيعابية. دبي مدينة الأضواء والأزياء، حتى نجوم هوليوود يجدون فيها رفاهية قلما تراها في لوس أنجلوس. مهما كنت غنياً لن تشعر بالتميز هناك، ستجد من هو أغنى منك. العالم الافتراضي أكثر نشاطاً أيضاً، فأكثر المؤثرين يتخذون من دبي مكان إقامة وعمل، فالسوق نشط جداً بالنسبة للإعلانات والمنتجات، ثم إن عمليات التجميل والنفخ دارجة أيضاً. قابلت الدكتور فايز غنام، أحد أشهر أطباء التجميل في المدينة، لأسأله عن أسباب هذه الظاهرة. عندما اختلطت السوشيال ميديا، ولها دور كبير، أضاءت على بعض مشاهير السوشيال ميديا من فنانات أو عارضات أو وكانوا لهم صفة جمال معينة، ظنت الغالبية العظمى أنه هذا هو الجمال الذي المنشود. تأتي خلينا نسميه الزبونة أو المريض أو الأخت المراجعة وتحمل صورة وتقول دكتور أريد مثل هذه، أقول لها لا ينطبق هذه المقاييس على مقاييسك. الصورة أصبحت في متناول الجميع، وشركات الموبايل تتنافس في دقة ونقاء وعدد الكاميرات في هواتفها. لكن لماذا نريد أن نلتقط الصور؟ هل لنوثق اللحظة؟ أم لنبدو أجمل؟ أظن أن الإجابة لدى مصطفى عذاب، الفنان الحائز على جوائز أفضل بورتريه، وهو المفضل لدى نجوم الفن والدراما والسينما. والكاميرا بشكل عام أصبحت في متناول الجميع، على شكل موبايل وعلى شكل كاميرا في اللابتوب وعلى شكل كاميرا ويب. ولكن هذا الاستهلاك الشديد للكاميرا لم يسقط من قيمة الصورة، ما زالت الصورة بأهمية أي عنصر آخر في الميديا. طيب، لاحظت هناك كلاسيكية دائما في صورك، تعتمد مبدأ كلاسيكيا، لماذا؟ طبعا أنا مخلص جدا للفوتوغراف الكلاسيكي التقليدي، أنا أحاول أن أرجع الفوتوغراف إلى مربعه الأول، إلى الغرفة المظلمة حيث كانت تحمض الأفلام. هذه الأمانة في نقل الصورة، في مبدأ حبس الضوء داخل الفيلم ثم نقله ترجمته على الورق، على الفيلم أولا ثم على الورق ثانيا. الصورة هي أقرب إلى المرآة بعيدا عن أي تعديلات، أي تعديلات تجرى قبل جلسة التصوير أو أثناء جلسة التصوير لإظهار الشخص في أفضل صورة. أما أي إجراءات بعد التصوير هي إجراءات مسيئة للشخص، مسيئة على ناحية الصورة، مسيئة للأمانة طبعا، تجعل هناك حاجز ما بين الشخص والمشاهد، لأنني فشلت في نقل ما رأيته أثناء الجلسة إلى المشاهد. مساكين أولئك النجوم والمشاهير يقضون حياتهم بتوزيع الابتسامات وبلع الكروش وقطع الأنفاس فقط لأجل أخذ الصور. ما هذه الحياة البائسة؟ رمضان قادم، وتعلمون أنه موسم الدراما، وكان لي الشرف بزيارة الأستاذ ياسر العظمة في موقع تصوير عمله الجديد السنون. اسمي عون الناكش، بإمكانكم تقولوا عني رجل عصامي.
السنون عمل اجتماعي لطيف ليس على شاكلة مرايا الكوميدي، لكن قلم ياسر العظمة وروحه ستطغى بالتأكيد، فالناس في شوق لرؤية نجمهم بعد غياب 10 سنوات. قلت لي أسوأ الأنباء ولسه بتقول لي كل شيء تمام. وبما أن معظم الذين قابلتهم من الفنانين والنجوم، ظننت لوهلة أنني موهوب، فحاولت تجربة صوتي في الغناء بتشجيع من يوسف الشريف. ما حد غيرك يسرحني، جميع الناس في قربي، ترجيتك للحين أنساك. هاي سهلة. انتهت الإجازة وحان موعد العودة إلى لندن. مع وصولي إلى مطار ميونخ أدركت أنني اقتربت من عالم الإغلاق العام، وتذكرت أنه سيتم حجري في لندن 10 أيام في فندق محروس بالشرطة والعسس، وهذا هو. ما تسمعونه الآن هو ليس صوت الزمور، إنما صوت جرس الغرفة. وهذه هي الغرفة. انظروا ما أجمل هذه الإطلالة، من أسوأ السجون في العالم. لكن لننظر إلى الجانب الإيجابي من القصة. فلولا هذا الحجر الصحي لما تمكنت من صناعة هذا الفيلم، وكنت سأنتظر لألقاكم يوما ما عند 3 بتوقيت غرينتش. إيه؟ 3.